أول ملف رح نحكي فيه الليلة هي قضية الطفل عساكر، بينما كان فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية بأستراليا عم يدعي الجالية اللبنانية بالافتخار بوطننا لبنان وعم بحاول ينقلهم الصورة الرائعة عن لبنان، كان الطفل بطرس يلي ولد بمستشفى تنورين الحكومي عم يترجى لبنان وعم يستنجد بالمسؤولين اللبنانيين أنه ينقذوه من الموت، موته المحتوم لأنه ابن فلاح فقير ومتشبث بأرضه وبيفتخر باللي بيشتغله. بهيدا التقرير منشوف قصة بطرس يلي ما قدر يعبر للأسف عن اللي حس فيه أو ما لحق يعبر. شفت ابني كنت حابة يعملوا بين ايدي، طلع هيك وانو ابني تالت يوم رابع يوم اجوا على المستشفى قالوا لي ابني دفنوا. معقول اي مستشفى ما بتقبل بريء؟ ما بتقبل طفل بريء يا حرام، محتاج بس يوم يوم بس يتقال عشان نشوفه. يا بي ايش بدي احكيك يا حبيب قلبي؟ ايش بدي اعمل لك؟ هيك كان القدر عامل فيي، ايش بدي اعمل؟ كم من المصاري قتلوا لي ابني، يا عيب الشوم عليون، يا خلص فيكيني يرحم موتيك. كان من الليل خلقين الصبي، قالوا له انه الاسم لانه الولد كثير طبيعي ومهضوم، ما في ظرف ساعتين تغير الموضوع وتقلب للأسوأ. راح طفل مثل قلب النهار هيك. ليه؟ ما فيش مطرح بالمستشفيات؟ بيدبروا له كوفوز، كل المخلفين كانوا بالساعة ذاتها كلهم مقطوع النفس عنهم، كان بحالتهم كوفوز كلهم؟ ما بفتكر، خبرية مشان ما يطلع صيت على المستشفى. الحكيم ما خلى مستشفى يدق إلا هون يقولوا بس يقلن على الوزارة يقلن يقولوا إنه ما فينا نستقبله، ما في محلات. هون بس في مصاري. في مصاري وبس. في مصاري بتفوتي ابنك، ما فيش الله لا يردو. بس الله يصير معهم هيك، بيحسوا بالعذاب اللي عم حس فيه انا. بكوخنا يا ابني بهالكوخ الفقير. والتلج ما خلى. نطلب من رئيسنا اللي هو ابن منطقة جبايل يشيل كل الأسامي القديسين على المستشفيات ويحطوا مصالح، لأنه هاي مستشفياتنا هون لحد موتينا مطرح ما أنتوا واقفين. أكبر كنيسة بروما عشلي نفايا مبارح بطرس مات، وقتها بيخلق نحن من بقاتل، وقتها بيخلق الوالد أو الطفل المسيحي له مطرح بالكنيسة، مين بدي عبي مطرحه؟ شراكي والمحبة؟ بيطلبوا منا نكتر الاولاد المسيحيه، انه المسيحيه لما بتخالفوا كتروا اولاد، كترنا اولاد، عم نكتر الاولاد ونصهم عم يجوا على المدافن. ليه؟ لان ما في مين يحكمهم. انا لو مش مؤمنه ما بخلي المسبحه برقبتي، ويمكن هو بالسما يمكن صلي له ويتردع لي هو كمان مطرح وين هو. ما بعتلهم لانه هو بين ايدين امينه، بين امي العذراء وبين يسوع المسيح. وهالقلب عم حفو على جرين السرير، عم مرمو بلعبك بمطارحك بفراشك بريحة ريشات جوانحك. اكيد على طول رسالة المستشفيات اللي بتحمل اسامي قديسين، يمكن ببعض الأحيان بيصير في تجاوزات، ولكن المستشفيات عندها رسالة، وكل المستشفيات يلي بتحمل أسامي قديسين كمان لما بيطلعوا عليها هيدي الأسماء بيكون أهدافها سامية وأهدافها دينية وأهدافها بتشبه أهداف الديانة المسيحية، بيصير في بعض التجاوزات وعطول بنحكي عنها لحتى نصلحها. بطرس مات لأنه أهله ما معهم $2000 حق إبرة السيرفاكتان لحتى يخلصوا له حياته. بطرس منه طفل بريء، بطرس ذنبه انه اهله فقراء وعايشين من خيرات ارضهم، وهيدي حاله
للأسف ما بقى إلى محل، ما بقى إلى قيمة بوطن مستشفياته ما بهمها إلا تأمين العناية الطبية الغنية، يمكن للطبقة الغنية، وبتتهرب بكل الطرق للأسف والوسائل من مرضى الوزارة، وزارة الصحة. كل المستشفيات يلي حاول طبيب الأطفال بمستشفى تنورين الدكتور أسد عيسى أنه يتصل فيها لحتى ينقل بطرس بعد ساعات قليلة من ولادته، كانت حجتهم أنه ما في محل بقسم عناية الأطفال. أول ما عرفوا أنه على حساب وزارة الصحة طلبوهم بالتأمين، تأمين يعني تأمين مصاري قبل ما يعطوهم الموافقة، لأنه بعد خبرتهم إذا فات بطرس على المستشفى وعطيوا الدواء وأمنت يمكن عائلته تاني نهار امضاء الوزير، بيصيروا مجبورين إنه يحكموه على حساب الوزارة، وهيدا يلي ما بدهن إياه معظم المستشفيات بلبنان بسبب خلافهم مع وزارة الصحة. ما بدهن مرضى فقرة، ما بدهن مرضى وزارة صحة ونقطع السطر، وكأنه وزارة الصحة بالنسبة لهم هي تهمة للمواطن المعتر. المستشفيات يلي تم الاتصال فيهم وكلهم ما استقبلوا هالطفل يلي ما لحق يبصر نور وما لحق يتنفس، مستشفى سان تيريز بالحدد، مستشفى المعونات، مستشفى سيدة لبنان، مستشفى النيني، مستشفى السلام صغرتا، مستشفى الهيكلية، المستشفى الشمالي، ومستشفى بيروت وبعبدة الحكومي. مستشفى طرابلس استقبلت الطفل بطرس بس كان فات الأوان، لأنه كمان وصل لعنده مؤخر، ولأنه كمان ما قبلت أنه تستقبله قبل ما يأمنوا الأهل 500,000 ليرة، ولو أنه مبلغ صغير، هودي معترين هودي فلاحين، وهيدا الهدر بالوقت كان عم ياخد من عمر بطرس القصير يلي مثل ما قلت ما لحق يتنفس. وكان عم بيأكد يمكن أنه غاب الضمير عند معظم الناس وغاب شعورنا بخينا الإنسان. معنا اتصال على الهواء مع طبيب بطرس، طبيب الأطفال دكتور أسد عيسى. مساء الخير دكتور. مساء الخير، يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا رح أسألك أسئلة وبتمنى الإجابات تكون سريعة. بشو كان عم بيعاني أول شيء بطرس عند ولادته؟ بطرس مثل ما ذكرته بالريبورتاج، بطرس خلق ب 17/4 نهار 3/8 و28 دقيقة. نعم. عملنا له امبتيتر يانيماسيون، قلع البيبي، وبعد ساعة ساعة ونص بلش يعمل ديتريس ريسبيراتوار، يعني بلش يعمل ضيق بالتنفس. نعم. نحط البيبي كوفاز للسورفيانس. على الراديو توراكس يعني على صورة الصدر بيّن انه عامل شيء اسمه ملادي دي ممبران ايالين، وهي نقص بمادة ضرورية تيقدر يتنفس مضبوط. كيف بيتم معالجتها هيدي الحالة عادة؟ هيدي عمليا بده ينعطى ابرة طريق الريسبيراتور. الريسبيراتور هو جهاز التنفس. تنفس. وهيدي مستشفى تنورين الحكومي مش مجهزة بريسبيراتور وبإبرة السورفكتور. هيدي لحتى توسع الرئتين والتنفس. هيدي أيوة بتوسع الألفيول مشان ما يطبقوا على بعضهم. نعم. كان الموضوع انه نحط الدياجنوستيك تقريبا، يعني البيبي خلق 8 و22 دقيقة، نحط الدياجنوستيك بالعشرة ونص بالليل من بعد ما عملت صورة الراديو، وقعدت من العشرة ونص لاثنين ونص ثلاثة إلا ربع على التليفون. تتصل بالمستشفيات؟ اتصل بالمستشفيات. أيوة. كلهم شو قالوا لك؟ سألوك أول شيء هذا المريض إذا عنده أسيرانس ولا عوزات صحة؟ طبيعي. أول سؤال بيسأل فعلا، أول سؤال بيسألوه المستشفيات شو الكوفيرتير تبعه وشو التغذية تبعه. نعم. هلا أنا يعني للأمانة مش كل المستشفيات طلبت $1,000، في مستشفيات طلبت أقل، في مستشفيات فعلا ما كان عندها محل، في مستشفيات بس عرفت إنه هيدا وزارة رفضت تستقبله إلا $2,000. هلا وصلت لمرحلة أنا بالليل صرت فاوض إنه يا أخي $2,000 نجيب لكم إياهم الصبح، بس خلي حبيبي يروح. أكيد ما قبلوا، خافوا من إنه مثل ما قلت حضرتك بالريبورتاج إنه ممكن بكرة الصبح يجيبوا أمضى وزير يفوت على حساب الوزارة. نعم 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 نعم. وهيدي كانت المشكلة الأساسية. هلا البيبي لقينا له محل بمستشفى طرابلس الحكومي تاني يوم الساعة 8:30، أنا نزلت الساعة 6 بكير رجعت بلشت التلفين. 8:30 لقينا له محل، نقلني للبيبي على 11:30 من مستشفى تنورين. كان تو ليت، كان تأخر. لا لا لحظة، لا لا لا، البيبي كان ستاب إلى حد ما عنا. البيبي عاش 36 ساعة بمستشفى طرابلس الحكومي. بقى هي إذا بدي أحكي أنا طبياً، لو تنعمل إبرة السورفكتون بأول 6 ساعات يمكن كانت زادت فرص حياته لبطرس. واليمكن بمفهوم يعني الطبيب كانت زادت فرص حياته. بس قبل ما أختم معك، اليمكن على طول، لأنه بكل شيء في ريسك بالطب، اليمكن فينا نقول إنه نسبيا عالية. يعني بالميدسين ما في شيء اسمه 100%. صحيح. أنا عم صحيح. بقول يمكن وما فيها تكون غير يمكن.
نعم. انا ما في اكد انه لو البيبي ياخذ دوز سيرفكتون على 6 ساعات. نعم. كان عاش كمان. انا بشكرك كثير دكتور، ميرسي كثير كمان لمدخلتك ولا معلوماتك اللي اعطيتنا اياها. قضيه بطرس وحده من قضايا كتار عم ينرموا على ابواب المستشفيات. بطرس مات ضحيه الفقر، واهله رضيوا بقدرهم بس مش قادرين ينسوا الطريقه يلي مات فيها. غضبهم يمكن مش من إرادة ربنا ومن حكمه، غضبهم من حكم البشر ومن ظلم البشر. الفقير بلبنان للأسف على طول بيروح رخيص. إلى الحكومة اللبنانية وعلى رأسها الرئيس نجيب ميقاتي، الحكومة يلي للأسف منا فعالة لمصلحة المواطن اللبناني. رسمي خطة صحية شاملة بتغطي كل الناس، مش بس وزارة الصحة لازم نكب كل شيء عليها، لازم يصير في قرار سياسي. شوفوا هدر الضرائب وين عم بيروح، شوفوا الأموال وين عم بتروح لحتى تعملوا البطاقة الصحية. إلى المستشفيات يلي للأسف أوقات بالنسبة لهم وزارة الصحة هي تهمة. منعرف أنه تقديم الخدمات الطبية مكلف، بس لو شو ما كان مش مسموح أنه يموت إنسان لأنه فقير. وين ضمير إدارات المستشفيات؟ هودي للأسف يلي بيقبلوا انه يصير هيك حادثه، وبعرف الحوادث كثيره من هالنوع عم بتصير، للاسف عم يتحولوا الى تجار، مثل كانه عم تشتري شغله من سوبر ماركت او من محل. كل حدا بيرفض استقبال مريض بيكون تاجر كبير، بيسمح لنفسه انه ينهي حياه انسان، وهيدا عقابه اكيد عند الله.